رجال الدفعات كتلة أهل الهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. إن شاء الله راح أكون هسه بسلايد رقم 2 اللي هي بتتحدث عن Intercostal Space. زي ما أخذنا المرة الماضية إنه في عنا بين كل ريب الثاني فراغ أو Space، في داخل هذا السبيس مكونات راح نتعرف عليها في هاي السلايد إن شاء الله. وزي ما تعودنا لازم دائما ندرس الأناتومي from to، من جزء لآخر أو من اتجاه لآخر. فراح نرتب الأمور من الموست إكسترنال وبعدين ندخل شوي شوي. وممكن يجي سؤال فلازم تحفظوهم بالترتيب، ممكن يجي سؤال إذا دخلنا إبرة إيش بيمر معنا. فدائما الترتيب هذا احفظوه بالترتيب عشان ما تتلخبطوا، أو لأنه ممكن يكون في دقيق أسئلة دقيقة في الامتحان فانتبهوا مني. طيب في البداية أول إشي بنواجه عندنا السكن، أول طبقة هي السكن، بعدها السوبرفيشال فاشيا، تمام؟ بعد السوبرفيشال فاشيا وهي بكل الجسم يعني سكن، بعدها السوبرفيشال فاشيا، بعدها نسمي هاي الطبقة كاملة نسميها الديب فاشيا، وداخل الديب فاشيا هاي بيكون في عنا المسلز والبين والنيرو والى اخره. فيمكن يجي مش مكتوب هون بس ممكن يجي بالامتحان انه سوبرفيشال فاشيا سكن، سوبرفيشال فاشيا بعدها ديب فاشيا، فانتبه عليها. الديب فاشيا شو بيكون فيها؟ في عنا اول اشي الاكسترنال انتركوستال مسلز، بعديها عنا اللي هي هاي، بعديها عنا الانترنال انتركوستال مسلز، وبعديها في عنا هذا الفراغ هسه راح نحكي شو فيه، بعديها في عنا الانر موست intercostal muscle. ف external internal في فراغ، بعديها في عنا innermost intercostal muscle. شو في هذا الفراغ؟ في عنا الفان اللي هي الفين نيرف الفين artery ونيرف. خلينا منتبهين ممكن يكون في السؤال يمكن انتوا عشان ما تلخبطوا ممكن مكتوبين العضلات ورا بعض، بس ممكن يكون في السؤال الترتيب skin superficial fascia بعديها external internal بعديها ممكن يكون حاطط لك واحد من الخيارات نيرف، تمام؟ بعديها الانر موست، والخيار الثاني بيكون بدون فان، فالاصح انه يكون بين الانترن الانر موست في فان يعني اللي هي الفين ارتري الفين ارتري ونيرف، او ممكن يكتب لك واحده منهم مش كلياتهم. بعديها بنروح على الاندوثراسيك فاشيا اللي هي هاي الطبقه، بعديها نروح على مكونات اللنج او اللي بتحيط اللنج اللي هي البلورا. الاول واحدة عندنا البرايت البلورا، بعديها في عندنا سبيس نسميها بلورا الكافيتي، بعديها في عندنا الفيسرال البلورا. خليكم منتبهين واحفظوهم بالترتيب لانه احيانا بيجي عليهم سؤال. وانتبهوا انه كمان في بين الانترنال والانر موست في عندنا البان، تمام؟ هون شرح برضو كمان توضيح اكثر عن الصوره وعن المكونات. خليكم منتبهين زي هاي الصوره طلع النيدل كيف داخله، فممكن يجيب لك ترتيب الطبقات وانت تختار منهم الاصح. ودائما زي ما حكينا اللي هون عندنا الجروب اللي بمر فيها البان اللي هي البين ارتري ونير، تمام؟ برضو هذا شرح لازم تحطوه بالترتيب، انه دائما احنا عندنا الفين اول اشي الموستبيريور، بعديها الارتري، بعديها النير. ممكن يجي سؤال على ترتيبهم، تمام؟ بالنسبة للعضلات فزي ما بنعرف كل عضلة لها اوريجين انسيرشن. بالنسبة للاكسترنال انتركوستال مسل عاملة اوريجين على الانفيرير بوردر اوف ذا ريب، وعاملة انسيرشن على السوبيريال بوردر او الابر بوردر للريب اللي تحته، تمام؟ خلينا منتبهين دائما انه الفايبرس بيكونوا داونورد فورورد، تمام؟ الشغله الثانيه انه هي من الامام فروم انتيرير ما بيكون في ماسلز فايبر، اما بيكون في عندنا شيء بنسميه ممبرين او ابونيوروسز. زي على سبيل المثال في البايسبس بريكيال في عندنا عند الانسيرشن في عندنا ابونيوروسز، نفس الفكره هو زي ممبرين بيكون عامل انسيرشن، تمام؟ فمن الأمام ما في عندنا muscles fibers، إنما عندنا abneurosis بنسميه anterior external intercostal membrane. بالنسبة للinternal intercostal muscles
نفس الفكرة، بكون عاملين origin from inferior border و insertion على upper of the على upper border of the rib below، على ال على ال upper border للرب اللي تحتها. بس ننتبه إنه هي بتكون backward، بتكون نازلة downward backward، أما ال external downward forward. تمام، نفس الفكرة هي بس على عكس ال external، بتكون عاملة abneurosis from posterior، بتكون طبيعية من الأمام، ولكن from posterior بتكون عاملة abneurosis بنسميه posterior internal intercostal membrane. تمام، وممكن يجي سؤال خليكم حاطين إنه ال anterior بتكون ال external في ال abneurosis، أما ال posterior بتكون ال internal في ال abneurosis. بالنسبة لل innermost هي مش زي باقي العضلتين اللي فوقهم، ها بتكون مثلا مغلفة كاملة، بتكون زي muscles عاملة insertion، ممكن تكون بين رب والثانية، أو ممكن تكون بين أكثر من رب، يعني مثلا هون معدي ربين، أما في الأول بتكون بين رب والثانية. فخليكم منتبهين إنها مش زي باقي المسلز، إنما بتكون زي muscles عاملة insertion، ممكن تكون بين 2 ribs أو أكثر. تمام، وفي نقطة مهمة إنكم لازم تكون حافظين إنه زي ما أخذنا قبل شوية، بيكون براها أو من برا عند externally في عندنا ال intercostal nerve ambices الفان، مش حكينا بين ال internal intercostal وال innermost في فراغ، هذا الفراغ بيكون فيه الفان. خليكم external بيكون فيه فان، وانترنال بيكون عندنا الفاشيا الاندوثراسيك فاشيا والبرايتال بلورا. تمام، هسه بنيجي لل ريسيس سبلاي اند انرفيشن. بالنسبه للارتري دائما نحفظ انه فروم انتيرير بيكون عندنا 2 برانش، لكل سبيس بيكون فينا 2 برانش، وفروم بوستيرير 1 برانش. من وين باخذ البوستيريور السبلاي تبعه او الدم من وين باخذه؟ بنقسمهم ل 2 9. تمام، الفيرست 2 اول 2 الاول والثاني باخذ من السوبيريور انتركوستال ارتري، اللي هو ماخذ برانش من الكوست سيرفيكال ترانك، اللي بيكون ماخذ برانش او ماخذ برانش من السبكليفيان ارتري. تمام، لا السؤال بيجي واضح يعني مباشر جدا، من وين باخذوا البوستيريور 2 او فيرست 2 بوستيريور برانش فروم وير اتس سبلاي او شيء زي هيك، فالسؤال بيجي مباشر عليها. فروم انتيريور بنقسمهم طبعا اول اثنين بيكونوا حكينا من سوبيريور انتركوستال، الناين اللي بيضلوا التسعه اللي بيضلوا باخذوا مباشره من الديسندنج أورطة، زي ما احنا شايفين هون بكون ماخذين من الديسندنج أورطة، بس أول اثنين بكونوا ماخذين من السب كليفيان، البقية بكونوا ماخذين من الديسندنج أورطة، هاي كلياته ماخذ من الديسندنج أورطة. تمام، from anterior مقسمهم ال arteries from anterior مقسمهم 6 6. تمام، ال upper 6 بيكون ماخذ من ال internal thoracic artery اللي جاي من subclavian artery. تمام، وال lower 6 بيكون ماخذ من musculosphenic artery. هسه ممكن في صورة تكون واضحة أكثر، وحتى بيكون بيجي عليها مثال بالسؤال. تمام، زي هذا السؤال كنت حكيت لكم عنه ممكن يكون اوضح. نيجي هون فروم بوستيرير في عندنا 1 برانش وفروم انتيرير 2 برانش، كيف ممكن يجي السؤال؟ ممكن تيجي الصوره هاي بنفسها ويقول لك على اي رب احنا، او هاي الصوره بتمثل اي رب، فخلينا نقسمها واحده واحده. بالبدايه احنا شايفين هون الديسندنج اورطة، صح؟ معناته احنا من اللور 6 يعني لا الفيرست ولا السكند. تمام، 100%. بعديها بنيجي هون نطلع كاتب عندنا الانتيرير انتركوستال ارتري. تمام، شو معناته بنكون؟ ما بنكون بالماسكولوفرينيك، بنكون بالابر 6، معناته احنا ما بنكون لا الفيرست ولا السكند، ولكن بنكون ممكن على الثيرد على الفورث على الفيفث،
زي هيك، بس ما بيكون باللور 6 كمان، لانهم بيكونوا هذلاك مغذيين انتيريورلي من الماسكولوفرينيك ارتري. فخليكم منتبهين على السؤال وبكون دقيق في كتابة الاسماء، وغالبا بتيجي زي هاي الصورة او تشبه هاي الصورة، بس مش بالضرورة تكون نفس الاسماء يعني. تمام. بالنسبة للفين، الفين كيف توزيعهم؟ يعني العكس تماما عن الارتري، فرام بوستيريور بكون عندنا 2 برانش، وفرام انتيريور بكون عندنا 1 برانش. بوستيريور اللي بكون في عندنا الزايجاس فين بجمع الدم، الزايجاس والهيمي زايجاس، وفرام انتيريور بيكون عندنا الماسكولوفرينيك نيرف، الماسكولوفرينيك فين اسف، باخذ الدم او بجمع الدم. وطبعا في كمان بيكون الانترنال ثوراسيك بالاضافه للماسكولوفرينيك فين. تمام. الاسئله بتيجي مباشره على هاي السلايدات. هون بس توضيح كيف انه الزايجاس فين والهيمي زايجاس بيعملوا درينج او بكون فيهم بجمع الدم من الثوراسيك وول او الثوراسيك كافيتي. تمام. بالنسبة للنرفيشن او النيرف، يعني كيف النيرف بتكون متفرع فيهم او كيف بيكون مدلهم، كل فيرتبري من الثوراسيك، يعني الثوراسيك فيرتبري حكينا هم 12، فكل فيرتبري بيكونوا مطلعين انرفيشن. اول 11 بنسميهم انتر كوستال نيرف، لانه بيكون بين النيرف كوستال فوقه، ريب فوقه وريب تحته، فبنسميهم انتر كوستال نيرف. اما رقم 12 لانه ما بيكون في تحتيه ريب بنسميه سب كوستال نيرف. تمام. هاي صورة توضيحية أكثر، وزي ما حكينا احفظوا الترتيب الفان اللي هو فين ارتري بعدها نيرف. تمام. بس في زي مراجعة خفيفة أو توضيح خفيف للجوينت التشست وول، زي ما أخذنا إحنا في عندنا الجوينت تبع المانديبولو ستيرنال جوينت اللي هو الأنجل أوف لويس، في عنده برضه الزايفو ستيرنال جوينت. تمام. ننتبه إنه الزايفو دي بروسس بتكون كارتليج، بعديها مع بصير أوسيفيكيشن مع الوقت بتصير عبارة عن بون. تمام. وبرضه زي ما حكينا في ممكن الجوينت مع الفيرتبري، حكينا بصير عندنا سينوفيال جوينت مع ترانسفيرس بروسيس، هون بصير عندنا جوينت، ومع الفاسيتس عند الهيد اوف ذا ريب برضه بصير عندنا جوينت. وما ننسى نكون حافظين التيبيكال اتيبيكال ريبس. تمام. في سؤال مهم احيانا بيجي بتلخبط، بيقول لك الجوينت بتوين الفيرتبري سينوفيال true or false، أو بقول لك cartilaginous true or false. فخليكم دائما منتبهين between ribs، between rib and the vertebrae synovial joint، between the vertebrae بيكون cartilaginous joint. تمام. من الأمام طبعا بيكون عندنا بين الرب والcartilage بيكون في عندنا برضو cartilaginous joint، وbetween the cartilage والsternum بيكون في عندنا synovial joint. تمام. طبعا ننتبه ونتذكر انه بكون true ribs from من الاول للاخر، ولكن في عندنا دائما حكينا number 1 بكون مميز، rib number 1 بكون حتى الكارتليج مع الاسترنم بكون cartilaginous joint، بينما من الثاني للسابع بكون synovial joint. نفس الفكره السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، نفس الفكره كمان synovial joint بس بكون small synovial joint. بالنسبة ل 11 12 رب 11 12 هذول اصلا ما بيكونوا عاملين articulation مع sternum، فما بيكونوا عندهم articulation او سيجنال. تمام. هيك بنكون خلصنا السلايد، يعطيكم العافية ويومكم سعيد.